هناك جهات محلية ودولية تقف وراء تهجير الشباب السوري لجعل سوريا عاجزة هرمة ضعيفة هزيلة، وخاصة النظام التركي الذي يسعى إلى إفراغ المنطقة من الشباب لأجندات أصبحت معروفة، ألا وهي السيطرة على الأرض دون مقاومة. لذلك تقوم جماعات لبث الإشاعة بين الشباب عن الحياة المخملية في دول الغرب الأوروبية القارة العجوز التي ربما تعود إلى شبابها وتصبح القارة الشابة أو الفتية جراء الهجرة الجماعية الكبيرة من سوريا والشرق الأوسط. وكل هذا يتم عبر النظام التركي منفذ سياسات الدول الرأسمالية ودول الاستكبار العالمي في المنطقة. أيضا النظام التركي يستغل الشباب السوري في حروبه العبثية والتوسعية في المنطقة والعالم، ويقوم بتغذيتهم بالفكر المتطرف والإرهابي لجعلهم قنابل موقوتة يهدد بهم الاستقرار والسلم الدوليين. هناك أسباب أخرى للهجرة ولا ننكر ذلك، وتختلف الأسباب التي تدفع الأفراد للهجرة من موطنهم إلى دول أخرى، ويمكن تصنيف هذه الأسباب أسباب اقتصادية حيث يهاجر الأفراد بحثا عن فرص العمل بأجور مناسبة واستقرار وظيفي مما يسهل عليهم الحصول على المتطلبات المعيشية الأساسية من غذاء مناسب والعيش في أمان يوفر بنية تحتية حديثة بعيدا عن الحروب والنزاعات العقائدية والمناطقية التي تغذيها الدول الرأسمالية والدول القومية. أسباب اجتماعية هي تكون جراء الصراع الحاصل بالمنطقة مما يؤدي إلى تدمير أواصر المجتمع عبر خلق الفوضى ونشر المخدرات وغيرها وتغيير ديموغرافي المنطقة، وكل هذه العوامل يقوم بها الاحتلال التركي ومرتزقته. أسباب سياسية وهي أسباب تجعل الهجرة اضطرارياً للحرب للهروب من الاضطهاد السياسي أو الحروب أو الجرائم والعنف. أسباب بيئية، فالكثير من الأفراد يهاجرون بسبب العوامل البيئية التي تسبب كوارث طبيعية مثل الفيضانات والجفاف وغيرها، مثل قطع المياه الفرات من قبل النظام التركي الفاشي عن سوريا والعراق. يمكن تصنيف أسباب الهجرة إلى قسمين رئيسيين يحددان شكل الهجرة واتجاهها، وهما عوامل الطرد، عدم الاستقرار والاضطهاد والسهر الثقافي وغيرها، وهو ما تم ذكره من أسباب تدفع الأفراد للمغادرة خارج موطنهم. أيضا نقص الخدمات وانعدام الأمن والفقر والحروب إلى آخره. بالمحصلة يريدون القضاء على الشعوب الأصيلة في المنطقة وجلب شعوب أخرى لتوطينها ومسح الجذور التاريخية والثقافية للمنطقة عبر تدمير الأوابد الأثرية وعين دارة وتل حلب شاهد على ذلك. لذلك يسعى حزب سوريا المستقبل الذي تعد فيه فئة الشباب أحد ركائزه إلى تمكين الشباب في كافة المجالات السياسية والثقافية والاجتماعية والرياضية، وأن يكون لهم دور فعال في سوريا الحرة الجديدة لأنهم الأمل المنشود للأجيال القادمة. من هنا ندعو الشباب السوري عدم الهجرة والمساهمة في بناء سوريا المستقبل بدل أن يكونوا ضحايا لأصحاب النفوس الدنيئة لكسب المال.